أول شيء صباح الخير، وصباح الخير لكل المستمعين. أكيد ضغط الدم من أحد الأمراض المهمة بالنسبة للأمراض الثانية، وهي من أهم أسباب الموت أنحاء العالم، وهي تسبب في أمراض كثيرة مثل أمراض القلب، أمراض الشرايين القلب، أمراض عضل القلب، أمراض في الرأس، جلطات الدماغية، وكذلك أمراض الكلى. فلذلك ضغط الدم هو مرض مهم، ويسمى بالقاتل سايلنت كيلر، يعني الساكت. فلذلك هو مهم نعرفه، وحوالي مثل ما تفضلت وقالت بالنسبة للإصابة في العالم حوالي 1,280,000,000 بالتحديد وورلد وايد المصابين بالارتفاع في ضغط الدم، والثلثين من هؤلاء المرضى اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم يعيشون في البلاد الذي دخلهم من الوسط والواطي، يعني لسوء الحظ يعني. و21% من كل هؤلاء الضغط عندهم مراقب. وكمان فينا نقول كمان 46% من الناس اللي عندهم ضغط ما بيكونوا عارفينين. فلذلك مطلوب تشخيص مرض ارتفاع ضغط الدم بالمراقبة وإلى عوارض. ما هي هذه الأعراض تحديدا دكتور التي يجب أن يتنبه إليها الشخص، وما هي الأسباب اليوم يلي ممكن تؤدي لارتفاع بضغط الدم؟ هي أكثر شيء هو بيكون عنده عوارض وجع رأس. هيدا عادة المريض ما بيكون عنده وجع رأس، بيصير عنده وجع رأس، بكون هو اصلا بالعائله عنده ناس مصابين في ارتفاع في ضغط الدم، او بكون عنده شويه دوخه يعني فيرتيجو، وكذلك بكون عنده شويه غباشه بالنظر، يعني بصير عنده يعني ما ضروري كلهم يكون عندهم غباشه، لكن اهم شيء وجع الراس، دوخه وغباشه في النظر. فلذلك مطلوب يراقب ضغطه. هلا نحن ما بنقدر نقول دغري من اول فحص انه هذا عنده ارتفاع في ضغط الدم، لابد من ان يكون هناك اقل شيء مرتين يعني او ثلاثه بحالات متفرقه انه يكون عنده ارتفاع في ضغط الدم. في هذا الوقت فينا نقول انه عنده ارتفاع في ضغط الدم، اما اذا كان مره واحده اي واحد بيكون عامل جهد وعامل عنده اندر ستريس، اذا استنى ضغطه بنلاقيه عالي، هذا ليس معنى انه عنده ارتفاع في ضغط الدم، إنما إذا وجدناه في عدة حالات قاس ضغط الدم ولقاه وجده عالي، ساعتها بنقول إنه عنده ارتفاع في ضغط الدم، وهذا بده يكون المقاس بيكون موجود، بيكون هو راجع قاعد مرتاح، مش إنه يكون عامل جهد أو شيء، بده يكون مرتاح شي حوالي 10 دقائق، ما يكون أندر ستريس يعني عنده مشاكل في الشغل أو في البيت أو هذا، بده يقص ضغطه بيطلع ضغطه أكيد عالي. دكتور، يعني خطورة ارتفاع ضغط الدم هي المضاعفات التي ممكن أن تنتج عنه، بتأثر بالكثير من الأحيان على القلب وعلى وظائف أخرى في الجسم. ما هي مخاطر ارتفاع ضغط الدم على صحة الإنسان؟ الكلام صحيح 100%. هو على فكرة ناس كتير ما بتعرف أنه هذا ارتفاع في ضغط الدم هذا مرض يتزامن مع الوقت. هلا اذا ارتفع الضغط اليوم ويومين وثلاثه هذه ما هي المشكله انه الارتفاع الدائم في ضغط الدم، يعني في ناس بيقول لك انا ضغطي 15 16 او 150 160 ما عندي مشكله، انما هو مع الوقت يعني خلال السنين بيصير نمو في المرض، خاصه في الراس ما يسبب جلطات في الراس، ومنها يتسبب في شلل نصفي او عدم التكلم، يعني الافاسيه، يعني بيصير عنده مشاكل في النطق او في الاحساس او في عده وظائف الراس، وخاصه المشي يعني، او يكون عنده شلل في اليد اليمين مع او الرجل اليمين او اثنين سوا. هذا بالنسبه للامراض في جلطات الراس. اما في القلب هناك شغلتين، اول شغله قد يؤثر على الشرايين، يعني اذا عنده ارتفاع في ضغط الدم وغير مراقب مع وجود عدة عوامل أخرى كارتفاع في الكوليسترول، كارتفاع في السكري، كالتدخين، البدانة، عدم عمل الرياضة، هؤلاء كلهم بشكل خطر مع وجود ضغط الدم يوصلوا
الجلطات في القلب. يعني عم تتحدث دكتور عن أسلوب الحياة اليوم للشخص أو للمريض وأهمية ذلك بتسبب ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، وأيضا أهميتها بخفض ارتفاع ضغط الدم بإطار العلاج اليوم، أهمية النظام الغذائي وأيضا الحياة الصحية إلى جانب العلاجات، وإن أصبحت هذه العلاجات اليوم مقارنة بالسابق؟ هلا مقارنة بالسابق، بس أنا أحب هيك ألفت نظر بالسبعينيات، يعني بال 1970 80، يعني معلومات بتقول انه ثلاث ارباع امراض القلب كانت ناتجه عن ضغط الدم، اما الان الحمد لله خفضت عشان ضغط الدم مراقب اكثر. هلا العلاجات هي كثيره وعده ادويه موجوده واكثرها جيده وكلها، بعضهم عندهم عوارض جانبيه، بعضهم ما عندهم، لكن جلوبالي يعني في عدة أدوية وكلهم بيفيدوا، لكن المهم مش بس أخذ الدواء، إنما في أشياء حد العلاج الدوائي. في عنا بدنا نخفف من أكل الملح، يعني ماكسيموم بالنهار بده يكون السولت انتيك يعني بده يكون أقل من 5 جرام، يعني بالأكل بده يكون عنده تخفيف في ملح الطعام. يعني الناس ما بتعرف، يعني في بعض الاكل فود فيها هي ريتش بالسولت بياكلوها وما بينتبهوا. يعني عندنا بالدول العربيه في بيستعملوا المناقيش بزعتر، مناقيش بجبنه، بيستعملوا الكبيس او طرشي بالمصري، يعني هيدا في او الزيتون، هذا كله فيه ملح كثير، وكذلك بالطبخ يعني بيستعملوا الملح. فعلا بيكون ملح مخفي بهذه المنتجات اليوم، وكثير اشخاص ما بيتنبهوا لها، الملح مثل السكر او الشيبسي يعني للاولاد يعني بيستعملوا كثير، كمان هذا فيها ملح. اكيد بده كمان سويتش على الفيجيتابلز، يعني بده ياكل خضر كثير حتى يقدر يعود على اشياء ثانيه فيها البروتينات والفيتامينز. وكذلك الدخان كمان مفروض يخفف كثير الدخان اذا ما يقطعوا بالكل، وهيدا اهم شيء يعملوا مع تخفيض الدهنيات يعني الفات والرياضه. هلا نحن يعني كلها شروط اليوم ضروريه لحياه صحيه بشكل عام، ويخفف من ستريس والتوتر، لان كل ذلك بضر بمريض ضغط الدم. صعبة ولكن صحيح، فعلا مطلوب اليوم لنمط حياة صحي ومن أجل يعني تجاوز مضاعفات هذا المرض. شكرا جزيلا لك من أبوظبي، اختصاصي أمراض القلب والشرايين وضغط الدم الدكتور سامي شري. يومك سعيد، شكرا لك.